ختم بمسألة جدا مهمة ربما سنأتي إليها، لكن بموضوع التحديات التي تواجهها حركة طالبان. طيب اليوم كيف يمكن أن تواجه هذه التحديات بدون إمكانيات؟ أنت قلت بأنه لا يمكن اتهام طالبان بالفساد أو بالسرقة، إذن لابد من إمكانيات. يعني المشكلة مشكلة قلة موارد إذا بدك أستاذ نصرة الله. إلى اليوم لم يعترف بحكومة طالبان، لماذا؟ يعني كما أنا لاحظت نقطة في كلام أستاذ حمزة، أشار إلى الإجماع الوطني للأفغان. يعني أفغانستان بلد يعني متشكل من عرقيات متعددة، فأي عرق طاجك بشتون أوزبك هزارة يظن أنه يستطيع أن يحكم أفغانستان بوحده فهذا خيال، والتاريخ فهذا خيال خيال والتاريخ هنا أثبت عكس ذلك. أي أحد أراد أن يحكم أفغانستان بوحده دون مشاركة إخوانه الآخرين فشلت، حتى أضعف مجموعات وأقل مجموعات لم يستطيعوا أن يسيطروا عليها. هذا في التاريخ. يعني أشار بس هذا أشار طلب دولي، تتحدث عن طلب دولي هنا. فنحن يعني الدول تريد لطالبان أن تشرك الجميع بالحكم حتى تعترف بها. ما عم نسمع إلا بموضوع حقوق المرأة وحقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة. أنا لا أتحدث عن دول، فالدول يعني بكل محاولاتهم. لا أنا أتحدث عن الاعتراف الدولي ومن الدول العربية والإسلامية كمان. الاعتراف الدولي. فطبعا إذا لم 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 نجتمع بعدنا الأفغان جميعهم، جميع العرقيات، حتى جميع المذاهب، جميع الأحزاب، فطبعا هذا الأمر يفتح للدول الخصمة أن تتدخل في أفغانستان. مثل إيران، مثل أمريكا، مثل روسيا، مثل الصين، حتى الهند. فهم لا يريدون، مثل هذه الدول لا يريدون خير أفغانستان. فإذا نريد أن طالبان تريد أن تسيطر على الأوضاع وتحل التحديات، عليها أن تجلس مع إخوانها من الأطراف الأفغانية الأخرى وتحل مشكلتها مع بعض، مع الطاجيك، مع الأوزبيك، مع الهزارة. نحن لا نتحدث أن يجلسوا مع الأمراء الحرب الفاسدين الذين سرقوا وأفسدوا أفغانستان في 20 سنة وخدموا الاحتلال. فهناك هؤلاء المجموعة الصغيرة لا يمثلون الشعب ولا العرقيات، فهذه العرقيات موجودة وعددهم ضخمة، فطالبان لا تستطيع أن تغض البصر عن هؤلاء. فإذا إذا إذا أصبحنا يدا واحدة وحللنا مشاكلنا بيننا، بعد ذلك العالم عليه أن يعترف بنا. إذا كنا بهذا الشكل وكان عندنا أسباب كثيرة لعدم اعتراف بحكومة الطالبان، فالطالبان لماذا لا؟ لماذا المواطن الأفغاني المسكين يدفع ثمن كل هذا؟ يعني أين اليوم من يهب لنجدة الشعب الأفغاني الذي يعاني الفقر والجوع؟ فهذا يعني المسؤولية تقع على أعناق جميعنا، نحن كشعب الأفغاني سواء الطالبان وغير الطالبان. لابد أن نفكر لأجل المواطن البسيط الذي يبيع أولاده لأجل يعني يبقى باقي أولاده يعني أحياء. يعني هذه المشاكل، يعني علينا المسؤوليات وعلينا الواجبات، لابد أن نفكر يعني هذه المشاكل الموجودة. فلو نتحدث يعني هل مثلا قضية الأمنية تنظيم الدولة، طبعا كما قلنا هذه الحركة لا تتعلق بأفغانستان وبالأفغان، فهذه تمول من قبل الجهات الاستخباراتية الأجنبية الخارجية. فالآن الشتاء، ففي الشتاء طبعا الشتاء في أفغانستان برد وبرد قاتل، لا أحد يخرج يقاتل، ولكن كثير من الجهات الممولة من قبل الاستخبارات الأجنبية تنتظر الصيف.